في حال افترضنا أن الهيئة العامة لمجلس النواب رفضت رفع الحصانة أو ما يسمى بإعطاء الإذن للقضاء من أجل ملاحقة نائب يكون أمام القضاء، أن ينتظر انقضاء العقد البرلماني الجاري. لجنة الإدارة والعدل ولا هيئة مكتب المجلس ولا الهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل من يقرر إعطاء الإذن أو عدم إعطاء الإذن بالملاحقة، إنما الهيئة العامة للبرلمان التي تتخذ القرار، وتكتفي هيئة مكتب المجلس بالاشتراك مع لجنة الإدارة والعدل بإعداد تقرير عن الموضوع وترفعه إلى الهيئة العامة التي يعود لها القرار. أما إذا انقضى زمن العقد البرلماني أو انقضت مدة ولاية المجلس ولم يعد النائب نائباً، فإذاك بطبيعة الحال لا يعود متمتعاً بالحصانة المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور وعناية الحصانة الإجرائية والنسبية والشخصية، وهي تختلف عن الحصانة المطلقة. في حال افترضنا أن الهيئة العامة لمجلس النواب رفضت رفع الحصانة أو ما يسمى بإعطاء الإذن للقضاء من أجل ملاحقة نائب فيما يتعلق بالمادة 44 من الدستور، فإذاك يكون أمام القضاء أن ينتظر انقضاء العقد البرلماني الجاري ودخول زمن خارج العقود سواء العادية أو الاستثنائية أو الحكمية للبرلمان، فيكون إذاك متحرراً من الحاجة لطلب رفع الحصانة ويستطيع مباشرة الملاحقة الجزائية من دون إذن البرلمان. الحصانة الوظيفية تختلف عن الحصانة البرلمانية، وهي منصوص عليها في قانون الموظفين، بحيث لا يستطيع القضاء ملاحقة الموظف جزائياً عن جرم منسوب له نشأ عن الوظيفة إلا بعد موافقة الإدارة التي يتبع لها. فإذا أعطت الإدارة الموافقة أو امتنعت عن التعليق على طلب الإذن خلال مهلة 15 يوماً، تعتبر أنها موافقة على إعطاء الإذن وتتم الملاحقة. أما إذا رفضت بصورة صريحة فيكون أمام المرجع وتحديداً الادعاء العام قاضي التحقيق العدلي تحديداً أن يطلب من المدعي العام التمييزي كسر قرار الإدارة برفض إعطاء الإذن بالملاحقة، وذلك خلال مهلة 15 يوماً، ويكون أمام المدعي العام التمييزي مهلة مماثلة لاتخاذ قراره فيما يتعلق بكسر قرار الإدارة أو الإبقاء عليها بموضوع رفض إعطاء الإذن.